فوز من رحم المعاناه يحققه النادي الاهلي على حساب الانتاج الحربي بعد دراما رهيبه في الشوط الثاني. وصلت لدرجه الانتاج الحربي قدر يرجع من التاخر بهدف نظيف في الشوط الاول لتقدم 2-1، والنادي الاهلي لغايه الدقيقه 84 خسران بيقدر في اخر يعني 10 دقائق باضافه طبعا الوقت بدل الضايع يحرز هدفين ويقلب التأخر لانتصار مهم جدا وانتصار مثير في رحلة دفاعه عن لقب الدوري الممتاز. وولتر بواليا طبعا كان نجم المباراة بالهدف اللي جابه في الدقيقة 94 بعد ما نزل بديل، ومجريات طبعا كتيرة قوي كانت في مباراة متباينة ما بين الشوط الأول والشوط الثاني في الانتاج الحربي اللي بتقدم مباريات في الفترة الأخيرة ممتازة جدا مع الكابتن أحمد كشري، وبيحاولوا يعني يهربوا من الوضع السيء الفريق بيحتل المركز الأخير. النهاردة قدموا مباراة ولا أروع قدام يعني النادي الأهلي المتوج بدوري أبطال أفريقيا. بيتسو موسيماني ما زال بيعاني من بعض الغيابات اللاعبين المتواجدين مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، والواضح جدا جدا أن الفرقة عندها يعني مشاكل كتيرة من ساعة الفوز بنهائي دوري الأبطال للسنة الثانية على التوالي. تعالوا مع بعض نشوف المباراة مشت إزاي من البداية. كابتن أحمد كشري فكر إزاي، بيتسو موسيماني فكر إزاي، المتغيرات داخل المباراة. بيتسو موسيماني في الشوط الثاني قدر يعالج فرقته يعني ويخاطر إزاي هجوميا، ونشوف الماتش كماش زي البداية. مع هبدأ بالكابتن احمد كشري وفريق انتاج الحربي، لعب بطريقة اقرب الى 5-3-2. طبعا كان كل الفكر انه عارف نادي الاهلي خارج من نتيجة سلبية قدام البنك الاهلي 1-1، فبالتالي هيبقى في ردة فعل قوية جدا 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 في المباراة التالية، لان خلاص النادي الاهلي مبقاش عنده رفاهية خسارة اي نقاط تانية، لانه في الوضع الحالي هو محتاج يكسب الماتشين المؤجلين قدام وادي دجلة واسوان عشان يتساوى مع نادي الزمالك في المقدمة ويحافظ على التساوي ده اذا حال النادي الاهلي كسب كل ماتشاته والزمالك كسب كل ماتشاته، عشان اذا الاثنين تعادلوا في نهاية المسابقة يبقى الاهلي يتوج بالدوري باحتساب المواجهات المباشرة ما بين الفرقتين. وبالتالي كابتن احمد كشري اختار انه يلعب بخمسة في الدفاع وثلاثة في خط الوسط، وهو حاول على قد ما يقدر يقفل العمق على قد ما يقدر ويقفل الاطراف، لانه عارف النادي الاهلي النهارده هيبقى فيه يعني سيل من الهجوم بسبب النتيجة السلبية قدام البنك الاهلي، والاعتماد على الخطير للغاية مصطفى البدري في الخط الهجومي. في الشوط الاول كان بيلعب على الطرف اكتر، في الشوط الثاني دخله لحد ما العمق، وهنشوف الدنيا مشت ازاي. على الناحيه الثانيه بيتسو موسيماني بيلعب بنفس طريقته المعتاده 4-2-3-1 مع اجراء بعض التغييرات. النهارده محمد شريف كان عنده شويه ارهاق جراء المباريات الاخيره، بدا مروان محسن هو كلاعب اساسي في خط الوسط، خرج حمدي فتحي لظروف خاصه ودخل اليو ديانج مع عمرو السولية. الشوط الاول طبيعي انتاج الحربي هيلعب على الهجمات المرتده، والنادي الاهلي حاول قد ما يقدر طبعا في وجود مروان محسن الشكل الهجومي بيختلف. ليه مروان محسن؟ لا زي ما شرحنا كتير جدا لاعب محطه مش لاعب ولاعب بوكس، مش لاعب بينطلق من خارج منطقه الجزاء، ما بيتطرفش على الاطراف، ما بيتحركش كتير خارج منطقه الجزاء، وبالتالي كان فكره النادي الاهلي انه يحاول قد ما يقدر يبعت اكبر عدد من الكرات العرضيه مروان محسن، وكمان يضم اجايه لما علي معلول بيطير لي داخل منطقه الجزاء عشان يكون معاه يعني ثنائي راس حربة داخل منطقه الجزاء. وفي نفس الامر برده كان برده كهربا بيحاول يعمل نفس الامر اذا علي معلول هو اللي عمل الكروس، والعكس صحيح اذا محمد هاني عمل الكروس. ومحمد هاني برضو بيعاني في الفترة الأخيرة من بعض الضغوطات، شوفنا طبعا عشان الفترة اللي لعبها أكرم طفيق واضح جدا تأثر محمد هاني بيها، وما زال في بعض المشاكل اللي أدت إن هو يبقى أحد الأوراق اللي اتغيرت في الشوط التاني. الشوط الأول الأهلي كان بيحاول قد ما يقدر إنه يحمي نفسه من الهجمات المرتدة للإنتاج الحربي، والفريق فعلا لحد ما نجح في ده. الإنتاج الحربي ما قدرش يعمل هجمات يعني خطيرة على مرمى علي لطفي غير في الدقيقة 43 من كورة يعني طايشة جت داخل منطقة الجزاء، لكن علي لطفي قدر يتعامل معها. لكن بخلاف ده الشوط الأول الأهلي كان بيحاول يعتمد على الكرات العرضية، ومنها جاب ركلة الجزاء اللي ترجمها علي معلول لهدف لما حارس الانتاج الحربي يعني خبط مروان محسن في
في راسه بشكل واضح جدا، وكان قرار جيد من الكابتن محمد معروف لما حسب ركلة الجزاء الصحيحة 100% للنادي الاهلي. كل الامور دي احنا بنتكلم فيها، مفيش لسه فيش دراما، مفيش اي دراما، الدنيا ماشية طبيعية. طبيعي النادي الاهلي بطل افريقيا، بمتقدم على انتاج الحربي صاحب المركز الاخير في الجدول. انتاج الحربي ليه فرصة واحدة سنه في 43، مفيش فرص خطيرة على لطفي. النادي الاهلي الى حد ما بيحاول يهاجم، بيحاول هو يكسب عشان ما يخسرش نقط، لان خلاص اللعب الى حد ما في الاسابيع دي هيبقى اقتصادي اكتر منه لعب مهم. اللعب الاقتصادي في نهاية الدوري مهم جدا عشان تجمع اكبر عدد من النقاط وما تخسرش. الدراما مع الشوط الثاني وتحول الانتاج الحربي اللي الهجوم، وبدأ الفرقة فعلا تحاول تبقى عندها ردة فعل قوية، والتركيز للمباراة الثانية على التوالي كانت على جبهة محمد هاني، ومحاولة عمل ضغط عليه شديد استغلال للوضع اللي هو فيه في الفترة الأخيرة. وبالفعل في بداية الشوط شفنا كم هائل من الهجمات بيروح على محمد هاني. بدر بنون حاول يساعد محمد هاني، لكن الاثنين اتضربوا في لعبة كانت في بداية الشوط، واللي جاب منها الانتاج الحربي الهدف. المشكلة ان محمد هاني وهو بيضغط ما بقاش مركز في ان لو ضغط لازم اعمل حاجة باتنين، اللي ياخد قرار الضغط لازم يعمل حاجة باتنين، لا ياخد الكرة ليعمل فاول. طب اللي يحلق، اللي يحلق يبقى النهاردة مش هضغط عليك، وبالتالي هبدأ احافظ على المساحة اللي ورايا. محمد هاني دايما بيضغط، حتى برضه في ماتش البنك الاهلي لما حاول يضغط على عاصم صلاح عشان يمنعه من الكروس، الضغط ما كانش يعني كان تحليق ما كانش ضغط، فانت الكروس اتلعب من عندك. النهاردة حاولت تضغط عشان تخطف الكرة، كانت عمل 1-2 ومحمد هاني وبدر بنون اتضربوا بكرة في ظهرهم، وبالتالي الجبهة دي كانت أزمة عند النادي الأهلي، وجي منها هدف التعادل لنادي الانتاج الحربي مع بداية الشوط. طبعا الهدف ربما يكون احنا شفنا جه وقت مبكر، ولكن كان واضح ان في بانيك، في توتر عند لاعبين النادي الاهلي، بداوا يحسوا ان هم هيشوفوا سيناريو ماتش البنك الاهلي مره اخرى، وبالتالي بدا الفريق يهاجم بشكل عشوائي جدا 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 جدا، وبدا ايمن اشرف بدر بنون واحد منهم بدا يتقدم عشان يعمل زياده عدديه في الامام، وهنا ادوا لاحمد كشري الفرصة اللي هو كان عايزها. احمد كشري عمل حركة حلوة قوي الامانة، حركة ممتازة، لما قال لي مصطفى البدري خلاص سيبك من الطرف، انا عايزك تقف للعمق شوية، عايزك تخش للعمق، ما تلعبش على الطرف خلاص، خدنا من الطرف اللي احنا عايزينه وتعدينه. الواد النادي الاهلي بيهاجم بطريقة عشوائية جدا جدا جدا، وبيحاول يعمل كرات طولية وبيحاول يعمل كرات عرضية وخلاص، فعلى قد ما مثلا حاول نخطف الكرة وتتلعب في العمق عشان نعمل موقف واحد على واحد، وده هيتسنح لك كتير، لان النادي الاهلي كان بيهاجم شوية، بدر بيتقدم شوية، ايمن بيتقدم، وطبعا التاج الحربي محدش بيطلع لقدام خالص غير مصطفى البدري هو اللي واخد الهجوم. وبالفعل من احد الكرات المرتدة اللي مصطفى البدري يستغل يعني سباق السرعة مع بدر بنون وشاط، يعني والتوفيق كان في صالحه، الكرة خبطت وغلطت علي لطفي، والتاج الحربي في الدقيقة 65 بيلاقي نفسه مش بس متعادل، لأ متقدم 2-1. وهنا حصل ضغط شديد جدا جدا على النادي الأهلي، والمباراة فيها دراما غريبة جدا. فين تاج الحربي مش مصدقة ان هي متقدمة على النادي الأهلي، وامتى؟ بعد ما كانوا متأخرين، مش يعني مش متقدمين والنتيجة 0-0، لأ ده كانوا مغلوبين 1-0 وبيعملوا ريمونتادا على الأهلي وبيقدروا يجيبوا هدفين، ولسه باقي 25 دقيقة غير الوقت بدل الضايع. النادي الأهلي طبعا بيتسو موسيماني لقى نفسه مش بس كان بيحاول يعني ينقذ التعادل، لا ده كمان نقطة التعادل بتروح، ودلوقتي الثلاث نقاط هيروحوا وهنخش طبعا في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، هيبقى كده الزمالك فارق بثلاث نقاط. طيب بيتسو موسيماني في وجهة نظري في آخر 20 دقيقة أجاد 100% لما خاطر للغاية بسحبه لبدر بنون، ورجع أليو ديانج لمركز
المساك ونزل محمود وحيد، خد هو الباك ليفت ودخل علي معلول لقلب الملعب وبدأ يلعب بطريقة أقرب من 4-2-4 في الهجوم، وبدأ يضغط على لعيبة الإنتاج الحربي بكل الخطوط. حط محمد شريف ومروان محسن وولتر بواليا لداخل منطقة الجزاء، ورجع حسين الشحات باك يمين وطيره من الجبهة بتاعته، ومحمود وحيد طاير من الجبهة اليسرى، وعلي معلول وقفشة بيعملوا الثرو باسز او الكروسات من قلب الملعب، وبقى خلاص اللعب والجيم بقى مقامرة واضحة، وهي النادي الاهلي هيعمل اكبر عدد من الكرات العرضية وهنشوف دفاع انتاج الحربي هيعمل ايه. وبالفعل من الكرة عرضية جت ركلة ركنية، وقدر عمرو السولية ان هو يدي كرة ممتازة لحسين الشحات ادرك بيها هدف التعادل في الدقيقة 85. كانت منين؟ كانت برضو من اساس الكرات العرضية. ان خلاص انا ما عنديش وقت، مش هقدر اعمل يعني لعبة استحواذ وعم بيلدينج اب وامشي واحدة واحدة، مفيش وقت عندي. وبالفعل المخاطرة اللي عملها بيتسو موسيماني جابت له هدف التعادل في الدقيقة 85. طبعا في وقت بدل ضايع تاجر حال بيحاولوا يضيعوا وقت، الحكم حسب 6 دقايق وقت بدل ضايع، علي معلول بيعمل الكروس اللي كان عايزه بيتسو موسيماني زي ما قلت لكم من قلب الملعب مش مع الطرف. انا هعمل شويه من على الطرف وهعمل شويه من قلب الملعب، طبيعي ان محمود وحيد لما ينزل دفاع انتاج الحرب هيحاول يغلطه. فهنا كان واضح ان في تعليمات لعلي معلول انه يخش لقلب الملعب ويعمل الكروس من الداخل مش من الخارج، وبالفعل قدر انه يحط وولتر بواليا في موقف جيد جدا في الكرة العرضية وأدرك الهدف في الدقيقة 93. أنا شايف بيتسو موسيماني أجاد في مخاطرته، تغييراته كانت ممتازة، كانت ممتازة على عكس الاختلاف اللي أنا كنت شايفه في ماتش البنك الأهلي، كان في بعض الأخطاء في تغيير الخطة، لكن النهاردة فعلا بيتسو موسيماني قدر أنه يرجع الأهلي للمباراة، قدر يستغل البنش بتاعه بشكل مميز جدا، برضو حمى فرقته من هي تلعب ناقصة من العدد لما خرج ايمن اشرف قبل ما ياخد الانذار التاني ونزل ياسر ابراهيم، وحط المثلث الهجومي من بواليا ومروان محسن ومحمد شريف، واوضاع كانت فعلا خطره جدا على مرمى الانتاج الحربي. واشوف ان بيتسو موسيماني يستحق النهارده ان هو ياخد الانتصار بعد الشغل الجيد اللي قدمه في اخر 20 دقيقه، بعيدا عن طبعا الاداء السيء اللي كان في بدايه المباراه، واللي اعتقد في وجهه نظري هو ربما يكون متوقع في ظل الغيابات، في ظل النشوه اللي ما زال الفريق عايش فيها جراء الفوز بالبطولة العاشرة في تاريخه لدوري أبطال أفريقيا. ده كان تحليلنا النهاردة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي. ألف مبروك للنادي الأهلي الحصول على 3 نقاط الصعبة جدا 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 جدا، هارد لك للإنتاج الحربي والكابتن أحمد كشري اللي قدموا مباراة مميزة، وتحية خاصة مني لمصطفى بدر لاعب الإنتاج الحربي، لعيب مميز ورائع وعلى مستوى الفردي بيشتغل لوحده قدام بدون مساعدة وبيعمل فعلا إزعاج لأي فريق منافس قدامه. شكرا جزيلا وبشكركم، وكنت معاكم كريم سليم.